بعد تكريمه من قبل الإعلامي زكريا فحام، أجرى موقع الفن مقابلة مع الزميل الصحفي علي صولي لأبدى رأيه بعدد من الأسماء الفنية. خلينا نبدأ بتجربتك مع هيفا. المقابلة مع هيفا وبي كانت كتير مميزة، بتذكر دقت لي الإعلامية هلا المور وكانت وقتها حكي مع هيفا يعني، وقالت لي أنا وعمر طبار المصور إنه نروح على بيت هيفا، ووقت عملت المقابلة معها بالجنينة عندها، وكانت مقابلة هيك حلوة. دايما كنت قلها لهلا أيمتى بدي أعمل مقابلة مع هيفا وهبي، أيمتى تقول له صبور صبور. آخر شيء عملت المقابلة مع هيفا وهبي وبوجه لها تحية لهيفا. ولا تاني يوم جيت على المكتب قالوا لي شو كيف معنوياتك، وأخيرا عملت مقابلة مع هيفا وهبي، فانبسطت كتير. وكنت قد وقدود حبيبي، ثانكيو. شفناك عملت كذا مقابلة مع الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن. الممثلة ماجي بوغصن أنا كمان كتير بحبها، وهيك لما يكون في مناسبة فنية ويقولوا لي ماجي موجودة بتفائل صراحة، غير إنها ممثلة موهوبة وشاطرة، هيك حدا قريب للقلب، حدا متواضع عندها إنسانية. بوجه لها تحية كمان اليوم عبر موقع الفن. أكيد يعني هلأ ناطرين مسلسلها الجديد. كمان بدي وجه تحية لزوجة المنتج جمال سنان، إن شاء الله بيضلوا بهالهمة، وكمان لتحية للإعلامي علاء مرعب، بهني على جهوده. علي هلأ شو عم تتابع مسلسلات وعمل؟ والله عم تابع هلأ مسلسل كريستال، مسلسل يعني عم بجيب نسب مشاهدة كتير عالية وضاجج كمان يعني بين العالم. شو بتخبرنا عن الممثلة ستيفاني عطلة والممثل محمود نصر اللي عم بيقدوا أدوار بتعقد بهذا المسلسل؟ أول شيء أنا الممثل ستيفاني عطلة شهادتي مجروحة فيها من فترة، عملت لها مقابلة كمان هيك كانت كتير عفوية ومهضومة. ستيفاني عطلة من النوع هيك اللي بنبسط كمان معها بالمقابلة، وأكيد أداءها كتير حلوة، أداءها عفوي، منا متصنعة. لما نشوفها بأي دور منصدق هالدور، منصير نتفاعل مع مشاهدها، بهنيها على نجاح. الممثل محمود نصر كمان بدي بيركله على نجاحه بمسلسل كريستال. دكتور جواد العالم كلها عم تحكي فيه هلأ. حدا محمود نصر حدا كتير مهذب على فكرة، وطلع درجة درجة، واليوم نجاحه بمسلسل كريستال كمان هو حصيلة أعمال وأرشيف ضخم. نذكر كمان عروة بمسلسل الندم، شارك بمربى العز، شارك بكتير كتير مسلسلات. بهني على نجاحه وبتمنى له كل التوفيق والنجاح. علي بنتمنى لك كل التوفيق وتضلك بهالهمة معنا بموقع الفن، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. مرسي رامي حبيبي، وكمان تحية لكل الزملاء بموقع الفن، وتحية كبيرة لرئيس تحرير موقع الفن الإعلامي هلا المر، ومدير التحرير الإعلامي جوزيف بوجابر. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.